وسيلة المحرم محرمة، وسيلة المحرم محرمة. فمثلا كون الإنسان يتحدث بعد إقامة الصلاة هذا حرام، لأن هذه وسيلة لمحرم، وهو عدم فعل الواجب وهو صلاة الجماعة. يعني كون الرجل يجلس مع امرأته ويشرب الشاي ويتقهوى ويسمع الإقامة في المسجد بجواره، الآن أصبح جلوسه مع زوجته وشربه القهوة حراما، لأنه صار وسيلة إلى حرام، وهو ترك بعض الواجب عليه وهو صلاة الجماعة. وأنا أعجب من بعض طلاب العلم الذين يستنكرون هذا ويقولون لا، ما دام أنه يدرك الركوع فليس بحرام. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا وهو في المسجد يريد يصلي منعه من الصلاة، فكيف نجيز له أن يشتغل خارج المسجد بما يمنعه من إدراك الإمام في أول الصلاة؟ نعم.